مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعرف منه إيه آخر المستجدات في مفاوضات الزمالك مع الأندية السعودية لشراء محمد عبد الشافي. ازيك يا أحمد؟ ازيك يا كريم؟ يعني مبروك بنسبة كبيرة، الزمالك بيقترب من الدوري، فلازم أبارك لك طبعا على المستوى الرائع اللي الزمالك بيعمله الفترة الأخيرة. يعني الحمد لله، لكن لسه ما انتهاش. يعني لآخر ماتش احنا إن شاء الله مركزين إن كل ماتش هو بطولة. بص، هو الدوري يتحدد يا احمد خلال 4 لقاءات قادمه، يعني مش لازم تستنى لاخر ماتش، لكن لو الفرق استمر ما بين الزمالك وامبي والاهلي بالرقم الكبير ده اللي هو ال 11 نقطه او ال 14 نقطه، بعد 4 ماتشات نقدر، يعني لو الزمالك استمر في الفوز لمده 4 ماتشات نقدر نقول الزمالك والاهلي او امبي خسروا بعض النقاط، الماتشات اللي جايه ممكن نقول الزمالك مبروك. يعني ان شاء الله، بس يعني ليه ما يكونش عندها طموح ان احنا نكسب لاخر ماتش؟ مش لازم حتى البس يبقى مجرد دوري. يعني نادي الزمالك ضاع منه كتير يا كريم، فيبقى لازم يبقى عنده الحافز اكتر ويبقى اكتر حرصا على انه يكسب ماتشاته بصرف النظر عن البطوله. اكيد. طيب، يعني السؤال كنت سالته امبارح المستشار مرتضى منصور، وقال لي انا عندي جلسه بالليل مع المسؤولين في نادي اهلي جده، وفي اتصالات بتجيله من نادي اتحاد جده، وبعدين الحلقه خلصت وما لحقناش يعني نساله ايه اللي حصل في الاجتماع. بالنسبه لموضوع محمد عبد الشافي، في جديد في مفاوضات الاهلي جده او اتحاد جده لشراء محمد عبد الشافي؟ يعني الناس النهارده لغايه لسه الاتصالات شغاله، لكن هم كانوا عايزين يخلصوا صفقه باجمالي مبلغ 3 مليون و200 دولار، اللي هو 1.2 مليون اللي خدناهم قبل كده، زائد 2 مليون جداد. فاحنا لسه متمسكين بال 5 مليون و200، لكن في مفاوضات ان شاء الله ممكن يحصل تحريك من ناحيه نادي الزمالك، والصفقه هيبقى فيها مميزات اخرى غير بس الفلوس. يعني ممكن لو مثلا نادي اهلي جده بعد كده عايز يبيعه ريسيل او اعاده بيع، الزمالك يبقى ليه نسبه. لا يعني هو عبد الشافي صعب ان هو يحصل له اعاده بيع لان سنه 30 عبد الشافي الوقت، صح؟ لكن في مميزات اخرى، يعني يمكن النهارده استاذ مرتضى طالب شويه طلبات كده، لو اتحققت الصفقه ممكن تتحرك في اتجاه تتحرك بنفس المبلغ ده، ولا المبلغ يبقى اكبر شويه؟ لا، المبلغ هيبقى اكبر، لكن في مميزات تانية، يعني زي لو هو حصل على بطولات او كده. يعني أيوة. يعني خلينا ما نفترضش في مزايا يعني هتيجي للزمالك لو اللاعب تألق معسكرات. اعتقد ان في يعني حاجات تانية ان شاء الله احنا طالبينها. يعني مش عارف اقول، يعني طالبين عدد معين من الاتوبيسات تبقى لصالح نادي الزمالك، يبقى ليه عدد معين من الاتوبيسات لباقي الفرق والانشطه النادي. في حاله فوزه بالبطولات يبقى لينا بونص، يعني ايوه وهكذا. طب كويس ان في، يعني انا شايف برضه في نادي الزمالك الفتره الاخيره دي الزمالك بيعرف ياخد مميزات ما كانش بيعرف ياخدها قبل كده، ودي حاجة مميزة لمجلسكو. طيب، يعني بالنسبة لموضوع أيمن حفني، فيه برضو جديد، كان فيه المستشار مرتضى امبارح قال لي إن نادي اتحاد جدة أعتقد عايزه أو أهلي جدة إعارة لمدة موسم. بالظبط، لكن احنا طالبين برضو مبلغ مالي، هم عارضين 1.5 مليون واحنا طالبين 4 مليون دولار. ده إعارة؟ إعارة كتير قوي، ما فيش حاجة تكتر على نادي الزمالك. أيوه بس كتير، يعني برضو أنت كده بتقول إيه، يعني بتطفش البيع، يعني صعب 4 مليون دولار في اعاره. انا لعبتي عزاز عندي، هو ده انا مقيمهم بكده، اذا كان في اراده فالاراده تلاقت خلاص يعني. لكن انا شايف دي اغلى حاجه في الدنيا. ماشي، بس يعني ما اعتقدش ان هي الصفقه تتم، لكن ممكن مثلا 2 مليون دولار الامور تمشي، وهي هتمشي كده اعتقد. مش هنمشيها 2 مليون دولار. هتمشي يا احمد، هتمشي كده. انا عارف انت شطار في المفاوضات. يا كريم خلينا بس ان شاء الله. خلينا يا عم كريم، انت عايز طيب هو العرض من اهلي جده ولا من اتحاد جده بالنسبه لايمن حفني؟ الاثنين برضه. الاثنين بس اتحاد جده مهتم اكتر بايمن حفني. المستشار مرتضى نفالي اي حاجه بالنسبه لباسم مرسي؟ احنا رافضين بقيه اللعيبه بصراحه. ما هو جاي لي كل اللعيبه جاي لها عروض، حازم امام جاي له عروض. انا حازم امام جاي له، انا كنت لسه هقول لك، وانا عارف اللي انتم موافقين عليه وفي الامارات،
مش عايز اقول اسم النادي عشان ما بوظلكوش الصفقه. لا لا مش موافقين. اصل بص احنا في احتياجات في احنا عندنا في 6 بدلاء لكابتن ايمن حفني. لكن كابتن حازم امام مثلا ما لوش بديل غير 2، عمر جابر مثلا وكابتن حمد الطلبه. بالظبط. فحسب وكابتن ايمن حفني معروض علينا في مكانه اكتر من 10 لعيبه. فنقدر نصحح. ما حدش يقدر يعوض كابتن ايمن حفني، لكن اقدر ايه اسد المكان. لكن لكن لا مش هنبيع الفرقه كلها ما تقلقش. اكيد. طيب يعني في تصريحات متناقضه، ما تزعلش مني. اتفضل. بنعرف مثلا اخبار ان في حراس مرمى وقعت في الزمالك مثلا زي محمد فتحي. سمعت كده؟ أيوة. محمد فتحي اللي هو حارس الرجاء. ما هو انا ما هو انا ماذا يا كابتن كريم؟ كابتن اسماعيل يوسف يطلع ينفي يقول لا انا ما وده بناء على تعليمات استاذ مرتضى. يعني كان متنرفز النهارده من ان في بعض الوكلاء وبعض اللاعبين بيحاولوا يسوقوا نفسهم على حساب نادي الزمالك. وده ما حصلش. احنا جايبين ان شاء الله هم 5 صفقات او 6 صفقات بحد اقصى. سوبر. احنا مش هنلم كل لعيبه مصر عشان هو في صراع مع بس الاستاذ مرتضى امبارح قال لي انا هاخد ال 17 لعيب اللي انا وقعت معاهم. يعني استاذ مرتضى فكره استثماري اكتر مننا شويه. هو عايز يعني يشوف العناصر الافضل، افضل 30 عنصر لنادي الزمالك هم اللي هيبقوا الفرقه الاساسيه، والباقي هيتم اعارته لبعض الانديه بمبالغ ماليه تفوق اللي احنا هنشتري بيها. كمان عرفت ان الزمالك تعاقد مع 4 لعيبه سوبر في الباسكت في كره السله، منهم 3 كانوا من ابناء نادي الزمالك، وائل بدر ومحمد وهيثم السحارتي. بالظبط. ولا وفي لاعب سموحه، لاعب سموحه بيروتا، وفي لاعب سبورتنج اللي هو ابن الزمالك وائل بدر. ما هو وائل بدر، ما انا بقول لك وائل بدر وهيثم ومحمد السحارتي. في لاعب مش من ولاد الزمالك، وفي برغوتا اللي هو بتاع سموحه. بالظبط. ما هم 4 3 كانوا في الزمالك وبرغوتا. ولسه ان شاء الله في الطريق عدد معين من اللعيبه برضه للباسكت والكره اليد، يمكن اعتقد 12 لعيب كره يد كمان. يعني انتوا يعني بتحاولوا ترجعوا تاني امجاد الزمالك في كل الالعاب الرياضيه او الالعاب الجماعيه. ونادي الزمالك يستحق كده. نادي الزمالك. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد، وبتمنى لنادي الزمالك التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. بشكر احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك.